مساء الفل عليكم كلكم. هنبدأ سلسلة فيديوهات كده، هنبدأ بيها بموضوع هجرة كندا، لأن احنا طبعا بنتكلم عن الكويت، والكلام شبه ينطبق عن تقريبا كل دول العالم في التقديم لكندا، يعني لأن الجزء ده بالذات مكاتب كتير مش عايزين نوصف وصف صعب شوية، بس عايزين هما يعني ايه بيستغلوا بساطة الناس او الناس اللي ما عندهاش معلومات كافية وياخد منه مبلغ كبير قوي، وهو عارف ان شبه ان السنة بتاعت الملف زي ما هتعرفوا التفاصيل دلوقتي هتعدي ومن غير ما يعمل حاجة. وكمثال في الكويت بياخدوا عن العملية دي رينج من 600 دينار الى 1000 دينار عن الاسرة مثلا، تمام؟ في ملف يعني مش عايز اقول ملف وهمي، بس يعني ان هو مش هيعمل حاجة، مش هينافس او مش هيطلع في الاخر يعني، تمام؟ سنة بتعدي وخلاص على كده. خلينا نشوف الاول ايه ده، هحط لكم لينك الموقع ده، انا ده اللي هو تقدر يعني تول كده عاملاها لذيذة اسمها كام كندا، ان انت تقدر تيجي لكندا يعني، فبتشوف نفسك انت واسرتك هل انت اليجيبل او صالح ان انت تيجي ولا لا، تمام؟ الصفحة بتفتح معاك اللينك اللي هحطه لك بالمنظر ده، هتدوس على check your eligibility، كويس؟ اول حاجة تمام هيقول لك عايز تيجي كندا ليه، تمام؟ هنحط مثلا هنا work ان انا عايز اروح اشتغل. عايز تقعد قد ايه في كندا؟ طبعا احنا هنختار permanently اللي هي يعني اقعد على طول، طول عمري عايز اقعد هناك. الكود انت الباسبور بتاعك ايه، فبنختار ايجيبشن، تمام؟ طبعا بتحضر جنبك جوازات مثلا سفر او كده، او اللي هو لو واخد اي شهاده في الانجليش، الايلتس او الفرنش زي تي سي اف تي اف او الكلام ده كله. احنا طبعا بنتكلم المفروض مع اسره تبقى سامعه عن كندا وعارفه ان هي عايزه تسافر كندا ليه او ازاي يعني، تمام؟ ايه دوله الاقامه؟ انا هكتب هنا في حالتنا مثلا الكويت. طبعا هو بيقول لك هل عندك فاميلي ممبر، السؤال ده هنا يعني عندك عضو من العيله، هنا الكلام عن الزوجه والولاد اللي هو جنسيته كنديه او عنده بي ار اقامه دايمه، زي ما اتفقنا السؤال ده مش العم والخالوي، ده في سؤال تاني. هي كده هنا السؤال عن الزوجه والاولاد، سواء الاولاد اللي هو العاديين او الاولاد بالتبني، دي قصه تانية، تمام؟ فهقول له لا، تمام. هحط تاريخ ميلادي، وبعد كده ادوس على نيكست، تمام. بعد كده السؤال الثاني، ايه هو المين ريزون اللي انا عايز اجي بيه عشان كندا؟ هكتب ان انا فايند ا بيرمننت جوب ان كندا، ان انا عايز الاقي وظيفه دايمه في كندا، تمام. في اسئله طبعا تانية هتحاول مسارك، يعني مثلا لو حد عايز يعمل بيزنس يدوس على بيزنس هنا، احنا هنعمل هنا اللي هي بتاعت كل الناس. في طبعا اللي هي عايز تعمل بيزنس، عايز تشتغل بنفسك زي فارمر اللي هي في الفلاحه، او سبورت بيرسون حاجه رياضه او ارتست او فنان، دي قصص تانية. احنا بنتكلم هنا عن العادي اللي هو الوضع الطبيعي بتاع اغلب العائلات، يعني اللي هو انا عايز الاقي شغله اللي انا اكل منها عيش انا واولادي واكمل حياتي في كندا على طول، تمام. طبعا هنا بيقول لي خلاص دي بشويه اسئله بسيطه، قال لي بيزد يعني على المعلومات اللي انت قدمتها، تمام، يو مايت اليجيبل، وقال لي اسماء البرامج اللي انا ممكن اتقبل فيها، حاجه اسمها الفيدرال سكيلد وركر والفيدرال سكيلد تريدز والكنديان اكسبيرينس كلاس، تمام. لغايه دلوقتي اي حد متابع مش فاهم ده ايه ده، مش مشكله ما يهموش، هو بس انت كل عيله تخش تجاوب على الاسئله دي. خلصنا عند كده؟ لا لسه، هنعمل كونتينيو. هيفتح بقى ايه مجموعه اسئله اشمل، وهي دي اللي هتنهي في الاخر ان هو يقول لك انت تقدر ولا لا، تمام. مبدئيا هو بيقول لك انت عايز تقعد في انه بروفنس او تريتوري يعني في كندا، انت طبعا بتختار لو عندك معلومات، عندك مش عندك هو بيقول لك مثلا لو انت مش عارف اختار اكتر ولايه انت مهتم بيها. طبعا ممكن قبل لو انت شفت الفيديو ابدا شوف كندا ايه الولايات الاماكن، لو ليك قرايب حد يقول لك انا مثلا هنا هختار مثلا بريتش كولومبيا، من الاماكن معروفه النظيفه هناك، اه غاليه بس من الاماكن اللي هي جوها طول السنه حلو في كندا، تمام. طيب هنيجي بقى النقطة المهمة هنا، هو بيقول لك انت المفروض تقدم لو انت عندك انجليش او فرنش، فلازم تقدم عنه امتحان، ما ينفعش نقول انا حلو في الانجليزي او حلو في الفرنش، لازم اخد يا اما هنشوف مع بعض الامتحانات. فهو هيقول لك انت هتقدم ايلتس ولا هتقدم حاجه اسمها سي اي ال بي اي بي ولا تي اف ولا تي سي اف. طبعا احنا كله بيتراوح بين الايلتس والتي اف غالبا او التي سي اف كانجليش وفرنش. انا اللي معايا حاليا مثلا هكتب ايلتس، تمام، اساسا مين ابليكانت ومعايا ايلتس مثلا، تمام. هيقول لك بقى بس انت هنا لازم تكون معاك الشهاده بتاعت الايلتس بتاعتك، اهي مثلا انا معايا، وهندخل تاريخ مثلا الامتحان اللي انا اخدته، تمام، مثلا 2019،
جولاي 6 تمام. ونكمل السؤال اللي بعد كده، هيبدأ يقول لك ايه الدرجات اللي انت جبتها في الامتحان. اذا احنا بنتكلم على امتحان فعلي انت خدته، ما ينفعش تألف يعني في المرحلة دي. امتى بقى يعني هنقول الكلمة تألف دي؟ ان انت لو هتخش اول مرة بعد لما تشوف الفيديو ده وعايز تشوف نفسك تنفع ولا لا، دي هتفيدك ان انت هتعرف انت المفروض مطلوب منك كام. هو طبعا قاعدة عامة خدوها كده، مينيمم 4 6، يعني لازم اقل شيء 6 6 6 6. انا هحط نتيجة امتحان حقيقية دلوقتي، وكلهم طبعا اكبر من 4 6، وطبعا كل ما تعلى يبقى افضل، وده اللي هيوريك ان انت eligible ولا لا. خلاص السبيكينج مثلا اهو 7، الليسننج 6.5، بعد كده الريدنج 7.5، والرايتنج 6. طبعا عارف الايلس او ممكن يقول ايه ده، طب ده النتيجه دي حلوه جدا، او للاسف انا عايز اقول لك النتيجه دي ممكن ما تخلكش برضو تهاجر. يعني المفروض لا، ده في دايما الناس تتكلم كده على الرقم السحري، يقول لك ايه اللي هي 8 و3 سبعات، اللي هي 8 ليسننج والباقي كله سبعات. بس يعني خلينا الحوارات دي بقى، دي موضوع تاني، خلينا نركز في الهدف اللي احنا عاملينه في الفيديو عشانه. تمام، هنعمل نيكست ونكمل. انا كده دخلت له البيانات، يقول لك عندك امتحان تاني مقدمه، يعني في ناس واخده انجلش وفرنش، يبقى خير وبركه طبعا، بس ايه هنا في الحاله بتاعتنا هنكتب مفيش ونكمل نيكست. تمام، طيب هنا بيسألك بقى في اخر 3 سنين عندك كام سنة خبرة في كندا، عشان بس في بعض الناس ما بتاخدش بالها في كندا. تمام، اغلب الظن هيبقى طبعا الاجابة لا، والله حد راح قبل كده كندا بقى واشتغل او دي قصة تانية، بس اغلب الاجابات هتبقى لا طبعا. تمام، يعني طبعا السؤال هنا برضو انت اشتغلت في اي شغلانة اللي هي ال NOCD اللي هي National Occupation Classification، دي بقى موضوع تاني، ده اللي هو تصنيف الشغلانات هناك في كندا. طبعا لو انت مش شغال في كندا هتقول none of the above وانتهى الامر، لو انت شغال اكيد هيبقى عندك خبرة هتبقى عارف ال NOC بتاعك كام. تمام، نكمل مع بعض. اخر ده بقى سؤال للشغل بتاعنا، اخر 10 سنين اشتغلت كام سنة؟ وهو بيقول لك طبعا لازم تكون الشغل يكون بيد، يكون بتاخد عنه فلوس كونتينيوس مستمر، مش قعدت وقعدت واشتغلت وقعدت فترة. يعني هو بيتكلم يعني التوتال اشتغلت فيهم كام، يكون فول تايم طبعا. بس فمثلا هنا هنقول 6 اور مور، عندي اكتر شغل يعني سنين خبرة اكتر من 6 سنين. تمام، وبعد كده هو طبعا بقى في مجموعة من الشغلانات هنا لو انت اشتغلت فيهم وعندك خبرة في اخر 5 سنين سنتين منهم بتقول يس. تمام، مجموعة الشغلانات دي مثلا هي حاجة بقى مثلا اشتغلت في الصناعة، في الالكتريكال، في الكهرباء، كونستراكشن، في البناء، اي لو اشتغلت في اي حاجة من الشغلانات دي بتقول له ايوه. تمام، المينتنس الصيانة، الاكويبمنت اوبريشن، يعني اللي برضو يعني شوف الوظائف دي، ودي برضو لان دي بتدخلك في كاتيجوري تاني كمان. انا هنا ما اشتغلتش في الكلام ده فهقول نو، ده فيها خبازين يعني فيها كذا حاجة. تمام، طيب بعد كده مثلا هو يقول لك هتيجي مثلا بفلوس كام كندا، انت بتشوف ايه الفلوس، والله افرض انت صفيت في البلد اللي انت عايش فيها، تحسب فلوسك مثلا وتشوفه مثلا كويتي مصري غيره، وتحسب ما يعادل هنا وعايز بالدولار الكندي. مثلا نفترض في السؤال ده هنقول اسره هتسافر برقم اكتر من 35,000 دولار كندي. تمام، عدد اعضاء العيله، يعني مثلا انت لو زوج وعندك ام وطفلين يبقى انتوا كده مثلا يبقى عندك كام فاميلي، يبقى انتوا ما عندك 3. تمام، غيرك انت يعني، السؤال هنا عن العدد غيرك انت. هنعمل نيكست ونكمل. عندك جوب اوفر في كندا، طبعا اللي معاه جوب اوفر في كندا لو عرف يجيب جوب اوفر ده خلاص انت كده شبه خلصت الهجرة يعني. فغالبا غالبا هتبقى اغلب الناس هتبقى اجابتهم هنا زي هتبقى نو. تمام، تاني بيطلب تاريخ الميلاد بتاعك، تمام خلاص. وبعد كده هنا بيقول لك ايه درجة بقى اخر دراسة انت اخدتها. طبعا دي مجموعة حاجات، طبعا في ناس بتبقى عدلت ورقها فبيبقوا فاهمين السؤال ده. عموما دي حاجة اسمها بعد كده الاي سي اي، دي قصة تانية اللي هي الاي سي اي، هي دي بس دي قصة تانية اللي هي الاديوكيشنال كريدنشال اسسمنت، ده لو انت عدلت ورقك وبتعرف اللي انت معاك ده ايه. طبعا في الكريوسات العادية بتكتب باشلر ديجري، مثلا في حاجات اللي هي الطبية والكلام ده كله بيتكتب بتختار اللي هو الاختيار ده، مش ماستر، هي بتبقى البروفيشنال ديجري اللي انت بتبقى محتاج رخصة عشان تشتغل بيها،
ودي معلومة برضو مش كل الناس اللي في القطاع الطبي عارفينها، وفي كتير بيغلطوا ويختاروا الباشلر اللي هو الباشلر ديجري وما يعرفش ان هو كده بيقلل من درجاته يعني. تمام، بس هنعمل نيكست. هنا برضو هيقول لك شيك على النقط دي، ايه اللي انت ساري عليك. طبعا دي هنا استادت فول تايم لو انت درست في كندا سنتين او اكتر. لا انت غالبا دي هتبقى اغلب الناس يعني. عندك شغل سنتين في كندا؟ لا. موضوع القريب بقى اللي قلت لكم عليه، عندك قريب في كندا 18 سنة او اكبر يكون سيتيزن او معاه بيرمننت ريزيدنس. مين بقى دول؟ يكون اب او ام، يكون شايلد طفل، جد، تمام، جراند شايلد، سيبلينج اخوات يعني، انت، عمة، انكل، النيس والنيفيو. تمام، كل ده لو عندك. مثلا انا عندي مثلا نفترض عم في كندا، هقول له مثلا ايوه عشان ايه في اللي هو الانكل. تمام، ونعمل نيكست. حلو، طيب انت بقى الصفة بتاعتك متزوج، سيبريتد، منفصل، ديفورسد، مطلق، غيره غيره، ويدو، ارمل، وهكذا. تمام، وفي طبعا سنجل اللي هو نيفر ماريد. دي خلاص هنكتب مثلا ماريد، على اساس احنا طبعا دخلنا قبل كده عندي 3 فاميلي ممبر. هيبدأ يسألك هنا عن الزوج أو الزوجة يعني، لو افترضنا إن أنت بيقدم الزوج فبيسألني عن الزوجة. هيقولك هتيجي معاك كندا؟ مثلا هقول له أيوه، ده أغلب الظن يعني، إلا لو مش هتيجي هتقول له لأ. مراتك مواطن كندي؟ هنقول لأ. تمام، مراتك ده يعني درست في كندا فول تايم سنتين أو أكتر؟ أغلب الظن هيبقى لأ، واللي عنده طبعا إجابة مختلفة يكتبها. مراتك اشتغلت في كندا لسنة أو أكتر؟ بنقول لأ. طيب مراتك هل أخذت امتحان برضو إنجليش أو فرنش؟ كل ده بيسأل على قوة البيت أو السكيلز بتاعة البيت. مثلا احنا في الحالة بتاعتنا مثلا، مثلا نفترض مراتي معاها تي اف قديم، هدخله برضو هقول له ان هي مثلا معاها اللي هو التي اف القديم ده، مع ان هو اصلا مش مقبول، خلي بالكم. تمام، برضو هيقول لك اخدتها امتى. بسرعة كده هطلع برضو اللي هي درجات الامتحان القديم، بس انت بتدخل كل زي ما قلت لكم اللي هي ايه السكيلز بتاعت البيت. تمام، بسرعة، كان الامتحان 7/6/2018. تمام، 7/6/2018، وعمل نيكست برضو. بس هيسأل برضو بقى على الدرجات. طبعا الدرجات شوية في فرنش مختلفة عن موضوع الانجليش شوية. هنختار رينج الدرجات اللي الموجودة في الامتحان اللي معايا. الليسننج تمام، الريدنج والرايتنج. طيب ونكمل. بس هو هنا طبعا، بس هي دي الصفحة اللي احنا بقى هنقف عندها عند الفيديو ده، اللي هو خلاص هو بيقول لك تو ابلاي اونلاين. هو اداك فعلا، لانك انت من الاخر انت لو عندك الايلتس اقل من 4/6 ما كانش اداك الصفحة دي، انما الصفحة دي معناها ان حضرتك اليجيبل ان انت تقدم وتفتح اكسبريس انتري، وهي دي الخطوة اللي بيقعد فيها المكتب معاك يقول لك انت اليجيبل مثلا، او يقول لك ده انت بس لو جبت ايلتس 4/6 يلا نقدم. بياخد منك في الحركة دي بس 600 دينار او ال 1000 دينار اللي قلناه. انتوا متخيلين؟ انا عاملين الفيديو ده عشان بس تفهموا ايه اللي بيحصل فينا لما بنروح لمكاتب او الكلام ده كله، لان المكاتب دي كلها يا جماعة مفيش حاجة اسمها مكتب معتمد او غير معتمد، انا بتكلم عن كندا. فلان الموضوعات دي كلها تجارة اكتر، و مش عايز استخدم الفاظ صعبه شويه، بس زي ما هم بيلعبوا بالناس ان هو يعني، بس مجرد اديكوا شفتوا مثال معانا في الاخر زي ما انت بتطلع اليجيبل مثلا، وبكل بساطه بتفتح الفايل بتاعك. وهنعمل فيديو منفصل عن ازاي اقدم الملف كامل، بس اهم حاجه تعرفها ان الورقه دي اهم رقم عندك. تعمل كده وتاخده كوبي بيست بره على الواتساب عندك، والصفحه دي تعمل لها برنت تطبعها لانك هتحتاجها، لان هو هنا ببساطه شارح لك انت هتعمل ايه بعد كده، وهو ده اللي احنا هنشرحه في الفيديو الجاي، ان هنبدا بيه ازاي انا اعمل ريجستر او اكونت في الصفحه دي. تمام، اتمنى يكون الموضوع بسيط، وانا هسيب لكم ببساطه كده اللينك بتاع الموقع ده اللي بدينا منه، وكل اسره تبدا بسرعه تحل الاسئله دي وتشوف نفسها لو معاها ايلتس، تشوف نفسها هي فعلا اليجيبل ولا لا. لو معهاش ايلتس او فرنش تشوف مثلا تحط درجات افتراضيه عشان تعرف هي محتاجه ايه
عشان تقدم. تمام، الخطوة الجاية هنعملها في فيديو منفصل عن موضوع ازاي نعمل ساين ان، ان انا اعمل اكونت على، هنركز في حاجة اسمها جي سي كي، ده اللي بنعمل عليه اكونت، ونبدأ من الخطوة اللي احنا انتهينا عندها اللي هو تلاقي لك رقم، وده اللي تقدم بيه الاكسبريس انتري. الفيديو ده والفيديو اللي جاي بيهم اي اسرة تقدر تفتح لنفسها اكسبريس انتري ويخشوا في البول او المكان اللي هو بيسموه الغرفة، زي كأنه غرفة كده واقف فيها مليون واحد مثلا، او ساحة واقف فيها مليون واحد بينافسوا بعض، واكبر كل شهر بيتعمل قرعة وبيتاخد اكبر درجات في الصالة في القاعة دي. بس هي بتتحسب كده، مثلا القاعة دي فيها واحد جايب 400، واحد جايب 300، واحد جايب 200، اليومين دول مثلا القرعة تقريبا 460 450 470، كل ده اللي بيحدد نقطه بقى، العمر بتاعك، الايلتس بتاعك، عندك أسرة ولا لا، عندك قرايب ولا لا، وهكذا. تمام، وفي برامج تانية كتير في كندا، بس عموما الاليجيبيليتي دي لو انتوا فاكرين البرامج اللي قلنا عليها، هو دي اللي بيحدد لنا احنا ممكن نشترك في انه برامج، ومن خلالها بنخش الاكسبريس انتري ده. تمام، موضوع كندا طبعا حوار كبير، الهجرة بتاعتها وفيها برامج كتير جدا، مش هنتوهكم اكتر من كده، بس زي ما تكون ممكن كل واحد يخش بعيلته يجرب ويشوف نفسه هيعمل ايه في الاليجيبيليتي تيست ده. تمام، توفيق للجميع وربنا معاكم، سلام.